أهلا بكم. في قداس إلهي حاشد جمع المؤمنين من مختلف الرعايا في المملكة. احتفلت الكنيسة الكاثوليكية في الأردن باليوبيلي الكهنوتي الفضي للأب رشيد مستريح، مدير كلية تيرا سانتا وأمين عام المدارس الكاثوليكية في المملكة. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. احتفلت الكنيسة الكاثوليكية في الأردن باليوبيل الكهنوتي الفضي للأب رشيد مستريح الفرنسيسكاني، مدير كلية تيرا سانتا وأمين عام المدارس الكاثوليكية في المملكة ومرشد اتحاد الجمعيات الرهبانية في الأردن، وذلك في قداس إلهي حاشد أقيم في كنيسة القديس فرنسيس بكلية تيرا سانتا، بحضور النائب البطريركي على اللاتين في الأردن سيادة المطران ويليام الشوملي الجزيل الوقار، ورئيس أساقفة الروم الكاثوليك في الأردن كير جوزيف جبارة الجزيل الاحترام، والمستشار في السفارة البابوية المونسنيور مور لالي، والأب إبراهيم فلتس من حراسة الأراضي المقدسة، وعدد من الكهنة والرهبان والراهبات ومعلمي ومعلمات كلية تيرا سانتا، وحشد من المؤمنين من مختلف الرعايا. وبعد إعلان الإنجيل المقدس ألقى المطران الشوملي عظة القداس الإلهي، شكر فيها اللجنة التحضيرية التي أعدت الاحتفال، كما أثنى على خصال الأب رشيد الروحية والتربوية التي استطاع من خلالها الارتقاء بكلية تيرا سانتا إلى هذا المستوى العريق. وفي كلمة للأب رشيد مستريح شكر فيها الرب الإله على نعمة الكهنوت، كما شكر أصحاب السيادة الأساقفة على حضورهم ومشاركتهم وصلاتهم معه، ولكافة الآباء الكهنة من مختلف الكنائس، كما شكر قدسه عائلته الرهبانية ممثلة بحراسة الأراضي المقدسة. وخلص الأب مستريح في كلمته إلى القول: وأما الأردن الحبيب وأهله الطيبون فله في القلب مكانة ومحبة كبيرة، كما كانت فيه أعوام كهنوتي ورسالتي، فقد أعطاني أضعاف ما بذلت من خدمة ومحبة وصداقة. دعواتي أن يحفظه الرب آمنا وسكانه سالمين، وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه. أنا لا أدري لغاية اليوم ماذا إذا كنت أنا مستحق أو لا أمام هذه المحبة، ولكن أنا كل اليقين وإيمان بمحبته هو لي. بشكره لأنه حقق لي حلم الطفولة وأنا بالصف الثالث والرابع، برد على أهلي أبوي وأمي لما بيسألوني عن المستقبل، نعم بدي يصير كوري وقبل ما أفهم، ولكن كنت أحب ما أريد أن أكون أي كوري. وهيك يكون على القديس بولس: أشكر الرب يسوع المسيح الذي منحني القوة، أنه أعدني ثقة فدعاني لخدمته. شكرا لك يا رب. بشكر الرب في 25 سنة على أني اكتشفت محبته في حياتي. الكهنوت أحبائي هو سر. أنا يمكن اكتشفت الجزء اليسير، والجزء اليسير هو محبة الرب لي. عندما كنت أفكر وأعتقد بأني أنا الذي أعمل، وجدت أنه هو الذي يعمل فيه، ووجدت أيضاً عنايته الإلهية هي التي ترافقني، وكرمه أكبر من كرمي أضعاف وألاف المرات. في الشدائد وفي الصعوبات اكتشفت أنه هو الراعي الصالح الذي كان دائماً يقول ويذكرني صاحب المزمور في هذه الكلمات: من غير عناء كانت تأتي إلى فكري، الرب راعي فلا شيء يعوزني مدى الحياة. لا يدع رجلك تزل، لا ينعس ولا ينام، كانت هذه الكلمات دائما ترافقني. في الظلمة وفي المحدودية عندما كنت أعيشها كنت أجد دائما نور رحمته
يفتح أمامي آفاق جديدة من الثقة والأمل والرجاء والإيمان في محبته. أسرة مكتب فضائية مرسات الأردن ممثلا بمديرته الدكتورة باسمة السمعان وفريق العمل يتقدمون بخالص التهنئة القلبية للأب مستريح، متمنين له دوام الصحة والخدمة الصالحة في حقل الكنيسة.